الأخبار بقى أجرت حوار مع دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، واللي أكد فيها أنه ليس هناك زيادة في مصروفات الطلاب القدامى بالجامعات الخاصة، وأشار كمان إلى أن الجامعات التكنولوجية تعد الطالب وتعد نهاية لبطالة الخريجين، تعد كمان الطالب ليكون كما ينبغي أن يكون. الوزير أعلن عن أخبار سارة لأعضاء التدريس والعاملين تتحقق قريبا جدا، وأكد أنه لن يكون هناك تغيير في أعداد المقبولين بالجامعات الحكومية العام الحالي.